كشف محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن المشاريع التي ستعمل الوزارة على تفعيلها ومواصلة إنجازها إلى غاية العام 2023، والتي تهم أساسا تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية. للمزيد حول هذه أو تفاصيل خارطة الطريق هذه لتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية تنضم إلينا الزميلة أميمة سبيلة. أهلا أميمة. أهلا بك مريم وأهلا بمشاهدينا. خلال تقديم ميزانية وزارة الفلاحة برسم سنة 2023 في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أفاد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن السنة المقبلة ستعرف مواصلة إنجاز برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ويقدر الغلاف المالي الإجمالي المرتقب لهذا البرنامج ب 8.4 مليارات درهم، منها 4.03 مليارات درهم ستمول عن طريق صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بمساهمة القطاعات الوزارية المعنية. وفي إطار مواصلة إنجاز مشروع التنمية القروية بجبال الأطلس، سيتواصل تنفيذ أو إنهاء الأشغال المتعلقة بتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي وتطوير وتثمين المنتجات الفلاحية، وكذا إنجاز عملية التهيئة الهيدروفلاحية وتهيئة المسالك القروية، بالإضافة إلى انطلاق المشاورات بين الأطراف المعنية من أجل إعداد استراتيجية المغادرة وتفويت المشروع للقائمين على استدامته. وقد تم رصد حوالي 160 مليون درهم لهذا المشروع برسم سنة 2023، منها 89 مليون درهم كاعتمادات الأداء و71 مليون درهم كاعتمادات الالتزام. أما فيما يتعلق بمشروع النمو القروي ذي الفائدة الشمولية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، فيتواصل بناء المسالك المبرمجة خلال السنة الماضية على طول 41 كيلومتر، وانطلاق الأشغال على مسافة 36 كيلومتر، ومواصلة أشغال غرس الأشجار المثمرة المبرمجة سلفا وانطلاقها على مساحة 3600 هكتار، وكذا مواصلة التهيئة الهيدروفلاحية لحوض تسيفت على مساحة 600 هكتار. وقد تم تخصيص 177 مليون درهم لهذا المشروع خلال سنة 2023. أما في إطار مواصلة إنجاز مشروع التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية لمقدمة جبل الريف بإقليم تازة، سيستمر غرس الأشجار المثمرة المبرمجة برسم السنتين الماضيتين على مساحة 7500 هكتار، وانطلاق أشغال الغرس على مساحة 3300 هكتار جديدة. كما ستتم أيضا تهيئة 26 كيلومتر من المسالك القروية، واقتناء وتوزيع 1200 خلية نحل، وانطلاق أشغال المحافظة على الأراضي الزراعية من خلال بناء حواجز صخرية وعمليات أخرى تهم 1150 هكتار، وأيضا بناء وتجهيز منشآت تقنية تهم تربية النحل ورحبات لعرض المنتوجات الزراعية، بالإضافة إلى مجموعة من العمليات التكوينية والتنظيمية لفائدة المستفيدين. وتبلغ الاعتمادات المبرمجة في هذا الإطار حوالي 173 مليون درهم، منها 51 مليون درهم كاعتمادات الأداء و122 مليون درهم كاعتمادات الالتزام. أما فيما يتعلق بمشروع التنمية القروية المندمجة بالجهة الشرقية، فإنه يمول بشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وذلك بغلاف مالي إجمالي يناهز أزيد من 100 مليون دولار أمريكي. يتضمن مساهمة مالية للصندوق تناهز 72 مليون دولار أمريكي. وخلال سنة 2023 سيتم إطلاق مجموعة من العمليات في مجال غرس الأشجار المثمرة وتوزيع خلايا النحل وخلق نقاط الماء لتوريد الماشية وبناء وتجهيز وحدات لتثمين إنتاج اللوز وإنجاز أشغال الإعداد الهيدروفلاحي والتهيئة العقارية، بالإضافة إلى بناء المسالك القروية. وتصل الاعتمادات المبرمجة في هذا السياق إلى حوالي 49 مليون درهم.